هاي السيارة بعد ما ركبوها طبعاً في بعض الشغلات، هاي السيارة في بعض الشغلات مش راكبة، كراسي، أبواب، هاي زي هيك تقريباً. هاي السيارة فضل رب العالمين المواسير ركبوها، مية طبعاً مضاف لها مية تنتفريز السيارة. هاي الروديتر، طبعا روديتر الدفاية الداخلي المفروض دائما عشان احنا ننصح الجميع، هذا طبعا بعد عملية تنظيف راح تكون عليه شغلات، هذا كله عبارة عن وسخ مع الرطوبة، بيمسك في الروديتر وبصير يقلل من عملية التبريد. الشغلة الثانية طبعا اللي بضر هاي الروديترات واللي بضربهم، اول اشي طبعا ما بصلوا، اول شيء ما بكون ضغط زايد، السيارات بنضغط ضغط زايد. والشغلة الثانية انه السيارة ممكن تكون تعرضت لحادث، هاي طبعا السيارة انقلبة بس يعني مشغولة بحق الله يعني. هاي لاحظ يعني صلاة النبي ما شاء الله عليها، هذا من اثر حادث ضرب وفقع عنده روديتر. اهم شيء احنا اللي بننصح فيه انه دائما في مواد فوم ببيعوها بالسوق، حاول انك تنظف فيها، لانه زي هذا الفلتر المفروض ما يكون بالشكل هذا. بالنسبه للسياره 2016 طلع الوجه اللي موجود من جهه التابلو اللي بيكون موجود، سوري، من جهه المروحه ماخذ كل الوسخ وكل الغبار، لاحظ كيف. الشغلة الثانية اهم شيء عند تعباية الغاز، في مادة الداية وفي اشي بسموه الزيت للكمبريسر، هاي لازم ينحقن الغاز بالزيت. هاي ان شاء